30 سنة إلا عام، واليمنيون يهتفون لحلم الوحدة الوطنية، الثمرة الأنضج لنضالاتهم وتضحياتهم التي توجت في 22 من مايو قبل 29 عاماً. التاريخ الذي أعاد صياغة الجغرافيا اليمنية بعنوان الوحدة الوطنية رغم اصطدام مشروع الوحدة مبكراً بنزعات الهيمنة والاستيلاء ونوايا الشريك القادم من صنعاء حينذاك وتحويل الوحدة إلى مجرد طريدة ونصر شخصي، وهو ما أفضى إليه المشروع من انتكاسة وحرب صيف 94 التي حسمها المخلوع صالح بالنار والدبابة وأشعل الحرائق في قلب عدن. أجزاءهم أرادوا يتعاملوا معها كمصلحة شخصية، وأرادوا أن يحسبوا هذه الوحدة يعني حساب شخصي مادي، ولذلك جاءت انتكاسة 94 ثم تلاحقت بعدها الانتكاسات. ارتبطت الوحدة بضمير اليمنيين منذ وقت مبكر، وأشغلت الهاجس النخبوي والشعبي في شطري اليمن الجنوبي والشمالي أنذاك، واندفعوا نحو تحقيق وحدة المواطنة المتساوية التي تصادف ذكراها 29 هذه المرة، واليمنيون شمالا وجنوبا يخوضون للسنة الخامسة معارك استعادة الدولة والدفاع عن الجمهورية وإسقاط الانقلاب وما ترتب عليه من أطماع النفوذ الدولي والإقليمي الداعم الرئيس لأصوات الانفصال والتي لا تمثل توجهات الشارع اليمني المتمسك بخيال الوحدة الوطنية وآمال تصحيح مسارها في ظل الدولة الاتحادية العادلة ومشروعها الوطني الجامع. هناك أخطاء كثيرة شابت الوحدة وساهمت فيما وصلنا إليه من أوضاع، ولكننا نعمل بإذن الله تعالى مع مخرجات الحوار الوطني ومع التوجه الجاد نحو الوحدة، نحن نحو الدولة الاتحادية العادلة التي تضمن حقوق جميع المواطنين اليمنيين بمختلف انتماءاتهم ومناطقهم. يدفع اليمنيون ثمن تراكمات الماضي بأخطائه وتناقضاته ومنعطفات عقوده الموجعة مقابل عبور المستقبل وترسيخ مبدأ الحرية وبناء نظام سياسي سليم ودولة عادلة تليق بتطلعات كل اليمني واليمنيين. في 22 من مايو 1990 وقعت اتفاقية الوحدة بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي، لكن آمل اليمنيين في الوحدة لم تكتمل نتيجة الانتكاسات المتوالية التي شكدها مشروع الوحدة وما تلاه من أصوات ودعوات الانفصال وصولا إلى الانقلاب على الشرعية والجمهورية وإسقاط الدولة اليمنية. على الجرادي قناة بلقيس الجوف.